السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنقدم لحضراتكم أفضل وأسهل وسائل للربح عن طريق الإنترنت ومن المنزل بدخل كويس. وأول وسيلة هنقدم لها لحضراتكم وهي شفناها إن هي أفضل وأسهل وسيلة يقدر أي شخص من الوطن العربي إن هو يربح منها دخل كويس ودخل شهري ثابت عن طريق الإنترنت، وهي شركة كلاب شوب بتقدم فرصة للعمل معها من المنزل وعن طريق الإنترنت مقابل راتب شهري ثابت، وهي شركة صادقة جربناها وشغالين فيها حتى الآن. وهنبدأ نعمل عنها سلسلة فيديوهات بسيطة وصغيرة تشرح كل استفسار وتشرح كل نقطة في الشركة، بحيث إن أي واحد يشاهد الفيديو دي يبقى عارف فكرة الشركة ويبقى عارف هدفها ويبقى عارف إزاي يشتغل معاها ويبقى عارف صدقها ووسائل الأمان بيها ونظامها. أول حاجة هنتكلم عليها وهي في الفيديو ده هنتكلم على الفيديو في الفيديو ده عن تعريف الشركة وفكرتها. في الشركة فكرتها إن هي الشركة بتتعامل مع متاجر ومحلات وفنادق وشركات وأصحاب خدمات، بتتعامل مع كله مقابل مجتمع، يعني مع أي شخص صاحب خدمة مقابل إن هي يعني هي بتشهره مقابل إن هي بتاخد منه تخفيض. يعني الشركة شغلتها إن هي بتشهر المتاجر والمحلات اللي بتتعامل معاها مقابل ان هي بتاخد منها تخفيض. التخفيض ده بتبيعه للزباين بحيث ان الزباين يبقى عندها تخفيض تقدر ان هي تشتري من المحلات والمتاجر واصحاب الخدمات دول المنتوجات بتاعتهم بس بتخفيض على حسب الشركات بتتفق بتخفيض مع الشركة قد ايه. فالشركة بتتعامل مع اكتر من 5000 متجر وشركة وصاحب خدمة ومحلات حول العالم، اكتر من 5000، وبتشهرهم مقابل ان هي بتاخد منهم تخفيض. التخفيض ده بتبيعه للناس عامة، والشركة وصل شبكة زباينها لاكتر من 5500 زبون حول العالم. الشركة بتعمل التخفيض ده في كروت وبتبيعه للزباين، فهو ده مصدر الربح الشركة الاساسي، ان هي لما بتاخد التخفيض من المحلات اللي او المتاجر اللي بتشهرها بتبيعها للزباين، فالمحلات والمتاجر بيستفادوا ان هم بيكسبوا زباين اكتر، لان شبكة الزباين بتاعت الشركة زي ما قلنا اكتر من 5.5 مليون زبون حول العالم، فهم المحلات دي بتتعرف وسط الزباين دي. وفي نفس الوقت الشركة بتشهرها باكتر من وسيلة، ودي فايدة المحلات. فايدة الزبون ان هو المحلات اللي بيلاقي فيها المنتجات اللي بتعجبه بيلاقيها بسعر عالي جدا، فالشركة بتوفر له التخفيض السنوي ده مقابل بسيط، يعني مقابل اجر بسيط جدا. يعني هو بيشتري التخفيض ده ب$10 اللي هو شكله عامل زي كارت، الشركة بتقدم التخفيض على شكل كارت، الزبون بيشتريه ب$10 بياخد تخفيض سنوي على او بياخد تخفيض يعني لمدة سنة على كل المتاجر او المحلات اللي بتتعامل مع الشركة، والشركة بتتعامل مع اكبر المتاجر والمحلات. فالشركة بتنمي حركة السوق، بدل ما يبقى المحلات اسعارها غالية فما بتلاقيش زباين تشتري منها، والزبون بتبقى الاسعار قدامه غالية فما بيقدرش ان هو يشتري المنتجات اللي بتعجبه. لا، الشركة بتشهر المحلات مقابل ان هي بتاخد منها التخفيض، فبتوفر للمحلات اشهار وعدد زباين يشتروا اكتر لمنتجاتهم، وتوفر للزبون محلات ومنتجات جودتها عالية باسعار رخيصة او باسعار مخفضة بعد حصول على التخفيض. ففكرة الشركة فكرة بتنمي السوق، بتنمي السوق الاقتصادي الوطني، وده اللي حصل في تونس وبلاد كتير. فكرة الشركة جت من ان الزبون مثلا يقدر ان هو عشان يبحث عن منتج معين فبيبحث في الاسواق وبيبحث على السعر المناسب والجودة العالية، فبيضيع الوقت وبيضيع المجهود، بيضيع بعض الوقت والمجهود عشان يلاقي المنتج اللي جودته عالية واللي يناسبه. فممكن يلاقي او في معظم الاحيان بيلاقي ان سعره غير مناسب وسعره عالي جدا، فبيستخدم طريقة الحاح على التاجر عشان يحصل على تخفيض. فالتاجر ممكن يديله التخفيض وممكن ما يقدرش ان هو يديله التخفيض. لكن فكرة الشركة ان الزبون لو جه يبحث عن منتج معين فيقدر يبحث عنه عن طريق مول الشركة على الانترنت، ومولات كتير في معظم الدول الغربية، لكن احنا عندنا في الدول العرب في فرع في تونس وفي فرع في المغرب والجزائر، وان شاء الله قريب في فرع في مصر.
مول الشركة على الإنترنت يقدر يوفر له كل المنتجات اللي بيبحث عنها وفي كل المحلات اللي بتتعامل مع الشركة وبعناوينهم وأسعارهم ونسبة التخفيض اللي متفقين مع الشركة وأرقامهم، بحيث لو عايز يوصله عن طريق منزله فبيبحث عن المنتج اللي عايزه، بيبحث بجودة عالية وبيبحث بسعر مناسب، فبيلاقي المنتج اللي جودته عالية اللي هو بيعوزه، فيقدر ساعتها ان هو يربح الوقت والمجهود اللي ممكن يضيعهم في الاسواق، وفي نفس الوقت دون الالحاح بالتاجر، فهو مجرد شراء للتخفيض من الشركة، فبيقدر ان هو يشتري المنتج بتخفيض فبسعر مناسب، وفي نفس الوقت الجودة بتاعت المنتج عالية وهو حاببها، فبيقدر يوصل لهدفه بأقل الوسائل وأبسط الوسائل، غير هنا وهو ده الطبيعي اللي احنا بنشوفه. ودي دي بطاقة الوفاء اللي هو بطاقة التخفيض اللي انت بتشتريها من الشركة وتقدر تتعامل بيها مع المحلات اللي بتتعامل مع الشركة، وبطاقة التخفيض زي كده ان انت بتروح لمحل بتتعامل مع الشركة فبتقدم له بطاقة التخفيض على مشترياتك، فبتاخد نسبة تخفيض على مشترياتك على حسب ما المحل متفق مع الشركة على نسبة التخفيض تبقى ايه. الشركة بتتعامل مع اكتر من 5000 شركة حول العالم، أكتر من 5000 شركة ومتجر ومحل بتشهرهم حول العالم، بتتعامل مع أكتر من 5.5 مليون زبون حول العالم بيشتروا التخفيض بتاعها اللي هو كروت التخفيض عشان ياخدوا التخفيض من المتاجر اللي بتتعامل مع الشركة. والشركة بتتعامل في أكتر من 160 دولة حول العالم، بس الصورة قديمة شوية، لكن الشركة حاليا بتتعامل مع أكتر مع متاجر في أكتر من 160 دولة حول العالم. فالشركة مشهورة بتتعامل مع متاجر ومحلات معروفة جدا زي اديداس، زي سوني، زي نايك، زي ديل، زي اتش بي، زي افيس، زي ديزني، زي كارفور، زي توكيو باي، بتتعامل مع اكبر المحلات. وبرضو اي محل يقدر ان هو يتعامل مع الشركة، يعني مش لازم التوكيلات العالمية، لا هي يعني بتتعامل مع توكيلات عالمية بس بتتعامل مع كل محل او صاحب خدمة راغب ان الشركة تشهره وتقدم له زباين اكتر، مقابل ان هو بيديها تخفيض على الخدمة اللي هو بيقدمها. خدمات الشركة ان هي بتساعد الناس على ان هي تشتري بتخفيض، وبتساعد الشركات والتجار ان هي تشهرها وبتقدم لها زباين اكتر، لان شبكة الزباين بتاعت الشركة اللي بتشتري منها التخفيض اكتر من 5.5 مليون زبون حول العالم، منهم اكتر من 1 مليون زبون في الدول العربية. وبتساعد الجمعيات للحصول على مداخيل، ازاي؟ لان الجمعيات تقدر ان هي تشتري كروت التخفيض بسعر الجملة وتبيعه لاعضائها اللي بيبقوا حابين ان هم يشتروا من المحلات العالية او العادية بتخفيض، فبيبيعوا لاعضائها بسعر العادي، فبتشتري بسعر الجملة وبيع بسعر العادي، فساعتها تكسب الشركة، تكسب قصدي الجمعية من الشركة دخل كويس بتقدر توفر لها، وتقدر تساعد بتساعد ان هي كل واحد عايز يشتغل معاها من البيت وبراتب شهري ثابت يقدر ان هو يشتغل معاها، وهنوضح ازاي في الفيديوهات القادمة. وتاريخ الشركة عشان نبقى عارفين، مدير الشركة السيد ريتشارد ديكبرج، وهو اللي أسس الشركة وفرعها الأساس في الولايات المتحدة، وليها فروع كتيرة جدا، منها فروع عربية في تونس، في المغرب، في الجزائر، قريبا ان شاء الله في مصر. وتاريخ الشركة، الشركة دخلت تونس سنة 2010، وكانت أول فرع للشركة في الدول العربية كان في تونس سنة 2010، وهو تاني فرع للشركة في العالم، يعني تاني فرع للشركة في العالم وأول فرع للشركة في الدول العربية، وهو اللي مكن العرب إن هم يقدروا يشتغلوا مع الشركة ويقدروا يربحوا منها ويستفادوا منها. وزي ما احنا شايفين الشركة بتتعامل مع متاجر عربية كتير وليها اكتر من 1 مليون زبون عربي بعد ما انتشرت الفكرة من 5 سنين في الدول العربية وفي الشرق الاوسط، وبتتعامل مع متاجر عربية كتير تقدر ان اي مواطن عربي ياخد منها التخفيض ويكسب منها، ويقدر اي مواطن عربي برضه يكسب وياخد التخفيض من اي محلات ومتاجر اجنبية. بس انا بوضح ان هي حتى بتنشط السوق الاقتصادي العربي زي ما نشطت السوق الاقتصادي التونسي لما دخلت في تونس وقدمت واشرت المحلات وعملت التخفيضات على المحلات للزباين، فكسبت زبون عرب وكسبت فلوس،
في نفس الوقت وفرت للزبائن تخفيضات، وفرت للمحلات اشهار، فهي بكده تقدر ان هي تكسب، وتقدر ان هي تنشر الاقتصاد الوطني. وفكرة الشركة فكرة ايجابية، مش مجرد ان انت بتشتري منتج من الشركة وتبيعه، او تجيب واحد تاني يشتري المنتج من الشركة. فزي ما قلنا لحضراتكم ان فكرة الشركة فكرة ايجابية، بتنمي الاقتصاد، وبتنمي حركة البيع والشراء، بتساعد الناس على الشراء بتخفيض، بتساعد المحلات على اشهار منتجاتها وكسب زباين، وفي نفس الوقت هي بتكسب. فالفكرة فكرة ايجابية، غير ان اي شركة او اي شركة تانية بتحاول ان هي تجيب واحد يشتري المنتج، وبعديها يجيب واحد يشتري المنتج، وبعديها يجيب واحد يشتري المنتج، فالشركة بس هي اللي بتكسب، وهو بياخد عمولة على كده. ففكرة مش ايجابية لينا خالص، لكن فكرة الشركة فكرة ايجابية. ان شاء الله هنكمل شرح الشركة وكيفية الاشتراك فيها وكيفية العمل معاها وبأسهل الوسائل والطرق، والعمل جماعي وبراتب شهري ثابت، في الفيديوهات القادمة. فإن شاء الله تابعونا وهتستفيدوا إن شاء الله أكبر استفادة مننا ومن تجاربنا الناجحة مع أفضل وأول وسيلة، وهي وسيلة كلاب شوب ريوردز.